يعطيكم العافية طلاب صف التاسع، رح نبلش سوا بالcorrection of exercises 8, 9, 10 بدرس system of equations. Exercise 8, page 141. To order donuts, an extra fixed cost for delivery will be paid. هلا كلنا بنعرف شو يعني fixed cost for delivery. عم ياخدوا مصاري على الدليفري. If you order for 12 donuts, the total cost is $43. فإذا فرضا حدا طلب 12 دونات حيطلع سعرهم مع الدليفري هو $43. On the other hand, بالكيس الثانية 27 دونات will cost $88. طبعا هودي التكلفة هي عبارة عن سعر الدونات مع الدليفري. Write a system of two equations and two unknowns that represents the above data. فإذا هيدي الداتا الموجودة قدامنا هدفنا نحولها لسيستم اوف تو ايكويشنز. أول شيء بدنا نقرا السؤال منيح لنعرف شو المطلوب. إذا منلاحظ إنه شو المفقود بالسؤال، منلاحظ إنه الفيكست كوست فور ديليفري ما بعرفها قديش سعرها، ما بعرف قديش الواحد حيدفع على الدليفري، ومنلاحظ كمان قالوا لنا إنه 12 دوناتس هالقد بكلفوا، ما عارفين قديش سعر الدونات الوحدة. كرمال هيك حيكون هدفنا لنألف السيستم حيكونوا الانونز يلي نحنا ما نشتغل عليهم هن الدليفري كوست وهن سعر الدونات الوحدة. فكرمال هيك هلا كمان هون اللي ما عرف يحدد الانونز وبده يألف السيستم فيجي لتاني سؤال يستوحي منه calculate the price of one donut. شايفينها لهاي؟ فإذا the price of one donut هو أول انون بدي أحسبه، تاني unknown بدي أحسبه هو delivery cost. فكرمال هيك بيكون أول unknown هو الX وتاني unknown هو الY، يعني ما بتضيع القصة. إذا ما سألوني بأول part أكيد حيسألوني بتاني part. فكرمال هيك أنا بدي أكتب solution، بدي أعتبر الX هو the price of one donut، الY هو delivery cost. هون البداية let X be the price of one donut and let Y be the delivery cost. هيدي أوقات بيحطولنا عليها ربع علامة، فكرمال هيك بدنا ننتبه نصيغة صح. ما فينا نقول let X be donut، بدنا نحدد شو هو الدونت، وزنها سعرها شو هو، بدنا نحدد it is the price of one donut، منجيبها من السؤال مش قصة يعني. كمان بالنسبة للواي منحدد let y be the delivery cost. هلا إذا جينا بدنا نألف السيستم خلينا ناخد example قبل. هنيجي نقول إذا الواحد بده يطلب فرضا من عنا لنفهم السؤال منيح، فرضا بده يطلب 3 دوناتس. هودي 3 دوناتس لحتى يجي لحتى يوصلوا لعنده على البيت بحاجة يدفع الدليفري مع حق الدونات، مع البرايس للدونت. إذا اعتبرنا من عنا مثلا إنه الدليفري هو عبارة عن 2 دولار والبرايس للوان دونت هو 3 دولار، ساعتها قديش حيدفع هذا الشخص؟ حيدفع 2 دولار دليفري وزيادة عليهم. إذا البرايس للوان دولار هو 3 للوان دونت هو 3 دولار، هو طلب 3 معناها حيدفع 9 دولار، 3 ضرب 3. فإذا حيدفع 3 ضرب 3 لعبارة عن عدد الدونتس ضرب سعر الوان دونت، حيصير السعر النهائي اللي حيدفعه 2 زائد 9 بيطلع 11 دولار. طبعا هيدا اكزامبل من عنا لنفهم السؤال، اوكي. فإذا لاحظوا لحتى نعرف قديش السعر النهائي شو عملنا؟ جمعنا الدليفري كوست مع قديش طلبنا دولارز مع قديش طلبنا دونتس مع البرايس اوف 1 دونت انضربوا ببعض. نفس المبدأ هلا بدنا ننفذه هون. فإذا حنجي بالسوليوشن مثل ما اتفقنا، نعتبر انه اول unknown price of one donut هو الX والدليفري كوست هو الY. شو بصير في معنا؟ فإذا let X be the price of one donut and Y be the fixed delivery cost. نجي بدنا نألف السيستم مثل ما حكينا من شوي. اول شيء بأول given في معي 12 donuts، فإذا ما نضرب 12 بالprice of one donut 12 times X زائد الدليفري كوست يلي هو الواي بيطلع لنا قديش بدنا ندفع يلي هي 43 دولار. تاني equation بتشبهها 27 دوناتس طلبنا بده ينضرب بسعر الدونات الوحدة يلي هو X زائد الدليفري كوست يلي هو Y بيعطينا قديش بدنا ندفع ككل. هيك بنكون ألفنا السيستم. هلا بالنسبة للخطوات البقايا هن بيكونوا يعني لحد هون بيكون انتهى part 1. لحد هون Part 2 ببلش من لما نحن بدنا نجاوب على السؤال، بدنا نجيب البرايس يعني بدنا نحل السيستم.
فهون حلينه باي كومباريزون، جايبين الواي، انتو حرين تنقوا الطريقة اللي بدكم اياها، جايبين الواي من اول equation وجايبين الواي من تاني equation، باي كومباريزون حطينا واي equal واي، بصير معنا 43 minus 12x equal 88 minus 27x equation in x، حليناها وطلعنا الx، بيطلع الx 3. والx ما ننسى هو the price of one donut. بقى علينا نجيب الy، استخدمنا هيدي الequation y equal 43 minus 12x، حطينا الx بقيمتها يلي هي 3 وعملنا calculation طلعت الy 7، فبصير السوليوشن لهيدا السيستم هو 3-7. النتيجة النهائية السنتنس فورمولا اتفقنا لازم ننهي فيها السؤال: The price of one donut is X يلي هو $3 and the delivery cost is $7. وهيك بيكون انتهى السؤال. Exercise اللي بعده Exercise 9. A group of students are intending to offer a present to a friend. فإذا بدهم يقدموا هدية لصديقهم. If each one pays 3,000 liras, an amount of 6,000 liras is still needed. يعني هني بلشوا يجمعوا من بعض مصاري، اتفقوا انه كل شخص بيدفع 3,000 ليرة، بهيدي الحالة بيبقى بدهم لحتى يجيبوا الهدية 6,000 ليرة، يعني ما قدروا يجمعوا سعر الهدية. While if each one pays 4,000 liras، قاموا غيروا، قالوا ليش ما بندفع أكتر ليتجمع حق الهدية؟ كل ما الواحد فيهم دفع 4,000 they will collect 2,000 more، رح يتجمع معهم 2,000 زيادة عن سعر الهدية. Calculate the number of students، فإذا لاحظنا شو بدنا نحسب؟ The number of students بيكون هو ال X، the price of the present بيكون هو ال Y. يعني بيكون واضحين من السؤال شو هن ال X وال Y. ممنوع نقول ال X be the students let Y be the present، بدي حدد ال X هو عدد التلاميذ وال Y هو ال price of the present. هلا قبل ما نبلش، قبل ما نحكي عن السوليوشن، رح ناخد اكزامبل من عنا. فرضا نحن معنا لنقول 10 طلاب بصف 10 students، كل واحد بده يدفع منهم 3,000 ليرة. مثل هذا الاكزامبل بده يدفع 3,000 ليرة، قديش بيجمعوا كلهم سوا؟ بيجمعوا 3,000 ضرب 10. يعني نحن لنعرف قديش عم ندفع لازم نضرب اللي عم نجمعه من كل شخص بمين؟ بعدد الطلاب. فهيدا اللي حنعمله هلا. فاذا بالسوليوشن اول شيء بنقول الاكس هو النمبر اوف ستودنتس، الواي هو البرايس اوف ذا بريزنت. نيجي مثل ما حكينا من شوي، 3000 هيدي بدها تنضرب بعدد الطلاب يلي هو اكس، فكرمال هيك هون حاطين 3000 اكس. شو قايلين هون؟ An amount of 6,000 liras is still needed. يعني نحنا ما قدرنا نجمع حق الهدية، فهودي المصاري اللي جمعناهن بيطلعوا بيساووا حق الهدية ناقص 6,000، لأنه نحنا ما قدرنا نجمعها كلها، يعني جمعنا أقل من حق الهدية ب6,000، كرمال هيك ناقص. بينما بتاني equation لما دفعنا 4,000، فال4,000 بتنضرب بعدد الطلاب، طلع معنا they will collect 2,000 more، يعني تجمع معهم حق الهدية زيادة 2,000. وهيك بيكون اتألف السيستم. هلأ طبعاً لنجاوب على السؤال بدنا نحل السيستم. كمان هون حلينه by comparison لأنه هي الأنسب. جبنا الواي شو بتساوي من أول equation، جبنا 6,000 لأول جهة. الواي شو بتساوي من تاني equation، جبنا 2,000 لتاني جهة. وحطينا y equal y، حسبنا x، طلع x 8. رجعنا لحتى نجيب الواي، substitute x by its value in the in this equation 3000x plus 6000، حطينا الاكس بقيمتها يلي هي 8 وحسبنا الواي، فطلع الواي 30,000. طبعا الاجوبه عم تطلع منطقيه، معنا عدد الطلاب 8 وحق الهديه 30,000. مش معقول يطلع مثلا عدد الطلاب 8,000 وحق الهديه 3. فدايما الاجوبه تكون منطقيه حسب الجيفن تاع السؤال. ننهي السؤال بسنتنس فورم، بنقول the number of students is 8 and the price of the present is 30,000 liras. برجع بأكد هيدي sentence form كمان أوقات بيحطولنا عليها جزء من العلامة، يعني لازم تنكتب معنا. آخر exercise لليوم، solve the following system. لاحظتوا
قالوا لنا solve the following system بالامتحان الرسمي. ما كانت بين يو showing the details of calculation. فينا دغري عن الكالكوليتر مثل ما تعلمنا منجيب ال x قديش بيساوي ال y قديش بيساوي ومناخد العلامة كاملة. هلا يلي حل وفرجة steps هي ذاتها حياخد علامة كاملة بس بالنهاية بيكون ضيع وقت على حاله ببقية المسابقة. ففينا هون بهيك نوع من الأسئلة دغري نقول لهم عن الكالكوليتر قديش طلعت ال x قديش طلعت ال y، واللي بده يحل يسطفل عم بيضيع وقت ما حيعطوه علامات زياده. فيكن تحلوا بالطريقه يلي بدكن اياها لانه ما بيحددوا لكم الطريقه، لا بيقولوا لكم elimination ولا substitution ولا comparison، انتم حرين. فبالنسبه لبارت 1 حالينه باي substitution، جبنا الواي من اول equation شو بتساوي يلي هي 180-x، رجعنا هيدي الواي يلي جبناها عوضناها بقيمتها بالسكند ايكويشن، صار عندي 6x plus 15 بدل الواي حطينا 180-x equal 1800. المهم حسبنا الاكس ورجعنا حسبنا الواي طلع الاكس 100 والواي 80. فاذا فينا على الكالكوليتر مثل ما عم خبركن لانه ما قالوا لنا showing the steps of calculation وبناخذ العلامة كاملة. هيدا بالنسبة لبارت 1. بالنسبة لبارت 2، the total price of a package of two items A and B is $180. فإذا معنى package بقلبها two items A and B سعرهم مع بعض $180. هلا upon a discount of 40% on A، عملوا حسم 40% على ال A. هون عم تتدخل الدروس مع بعضها، نحن عم نشتغل system of equations وعم نتدخل درس ال percentage ال proportion and an increase of 50% on B. فإذا هون انخفض سعر ال A 40% ونزاد سعر ال B 50%. The total price of the package does not change. بعد هيدي التحويلات بالأسعار ضل ال package نفس السعر، يعني ضل حقها $180. Calculate the sale price of each item. Sale price سعر المبيع، سعر المبيع طبعا بعد الديسكاونت والانكريز. هلا هون لحتى نطبق لحتى نعمل system of equations، واضح انه ما نعمل system بدون ما يقولوا لنا، لانه في عندي two items مش عارف السعر لإلهم. هلا هون في معي سعر original price وفي معي سعر after discount و after increase. فدايما بهيك نوع من الأسئلة الX والY بيكونوا هني original prices، طبعا الX بيكون لأول item والY بيكون لتاني item، فبيكون معي الX هو original price of A والY هو original price of B. هلا أول equation من الgiven هون the total price of the items is $180، يعني x plus y 180. هلا هون ما ننطبق بهيدا السطر عم نحكي عن قاعدة تعلمناها بدرس proportionality، بس يصير معي حسم 40% على ال a، سعره مش كان هو x بالبداية، مش حيبقى x، حيتحول. تتذكروا لما كنا نقول نحنا new price بيساوي الـ old price ضرب 1 ناقص الـ percentage على 100. هيدي القاعدة بدنا نطبقها. new price هو السعر الجديد بعد الحسم بيساوي الـ x السعر القديم، مش نحنا سميناه هون الـ original price للـ a هو x، ضرب 1 ناقص 40% يلي هو 1 ناقص 40 على 100. بنعمل calculation لهيدا الـ parentheses بيطلع 0.6x. نفس الشيء للـ B بس هون increase of 50%، نفس هيدي القاعدة بس بدل الماينس بتصير بلس. بصير new price للـ B هو y ضرب 1 زائد 50%، يعني y ضرب 1 زائد 50 على 100. simple calculation بيطلع 1.5y. هلا second equation شو بتصير؟ بصير معنا هني شو قالوا لنا؟ بعد ما عملنا هيدا الحسم على A وهيدي الزيادة على B، the total price يعني جمعنا الـ prices مع بعض، معناها هيدا الـ price الجديد مع هيدا الـ price انجمعوا مع بعض، the price of the package did not change، حصلنا على نفس النتيجة يلي كان السعر قبل يلي هو $180. فبتصير الـ equation هاي لأخلص من الفاصلة بضربها بعشرة بتصير 6x plus 15y equal 1800. يعني صرنا عاملين two equations بهيدا البارت، هاي أول equation وهيدي تاني equation.
مع بعض بيعملوا system of equations، حطيناهم هون مع بعض. منلاحظ انه هيدا system هو ذاته تبعه للبارت 1، ما برجع بحله مرة تانية، برجع بقول انه it is solved by part 1. شو طلع solution وقتها؟ طلع 180. فمنستنتج انه الاوريجينال برايس للاي هو 100 دولار، للبي هو 80 دولار. هني طلبوا مني السيل برايس، يعني السيل برايس يعني سعر المبيع. فالمفروض اقول لهم انا انه السيل برايس هو 0.6 تايمز اكس يلي طلع معي اللي هو 100، بيطلع هون 60 دولار. والسيل برايس للبي هو 80 ضرب 1.5 بيطلع 120 دولار. ويعطيكم العافية. هون بس بدي اوضح انه منكون عوضنا الاكس بقيمتها ب 0.6 اكس يلي طلعت 100، والواي بقيمتها يلي طلعت 80 ضربناها